على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف العدالة نظيره النصر في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين. المستضيف العدالة يمني النفس أن يحدث مفاجأة أمام النصر متسلحا بالأرض والجمهور ليعبر لأول مرة في تاريخه نحو دور الأربعة من البطولة الغالية. وتمكن العدالة من الوصول لهذا الدور بعد أن تخطى أندية الجبيل والروضة والشعلة. في المقابل فإن النصر يأمل تحقيق طموحات أنصاره ليس فقط بتخطي الدور ربع النهائي فحسب، بل صعود منصة التتويج أبطالا لأغلى الكؤوس. الفريق الأصفر تمكن من الوصول لدور الثمانية بعد الفوز في الدور الأربعة والستين على فريق عفيف، وتخطي عقبة البكيرية في الدور الاثنين والثلاثين، وتجاوز ضمك في الدور ثم النهائي.